السائلة تقول: ما حكم المحادثات الهاتفية مع البنات؟ حرام طبعا يا جماعة. زول يتكلم مع بيك، ما أخته محرم ليه ولا زوجته ولا أمه، ما من المحارم يعني، حرام. وده بيفعلوه الشباب الآن كثير، تلقى زميلته في الجامعة، جارته في الحلة، ركب مواصلات ماشي ليه وين، شافة عجبته تلفونك وبتاع، يشيل يتونس معاه بالليل وبقى الرصيد مجان، واحد كيف يتكلم تسأله يقول لك يا مولانا ما تتشددوا. طيب بجوز أنا أتكلم مع أختك بالليل الساعة 12 بالليل، طب ليه أقول له كيف أخبارك وما شفناك وطولنا؟ هل الكلام ده بيجوز؟ أنت بترضاه؟ ما بترضاه. إذا رضيت ما بتخش الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. قال: الديوث. قيل: وما الديوث يا رسول الله؟ قال: الرجل الذي يرى الخبث والفاحشة في أهله ويرضى، ده ما بيخش الجنة، ما بيخش الجنة. إذا رضيت ما بتخش الجنة، إذا ما رضيت. قال: فكره لنفسك، فكره للناس ما تكره لشنو؟ لنفسك. إذا أنت تعلم أنه حرام. كلامي ده ما لكل الناس، لكن لكثير من الشباب، ونحن عارفين الشغلة دي خلاص. شباب كتار كتار، بل الأغلبية، واحد تلقى عنده علاقات مرات يحصلوا 70 بيت، 20 لقاهم في الحفلات ساكت شال تلفوناتهم، وفي وحدات بيكتبوا أرقام تلفوناتهم في ظهر الكرسي بتاع العربي، والله أنا فلانة رقم تلفوني، واحدين في الفيسبوك، واحدين في الإنترنت، واحدين وين، واحدين وين، واحدين وين. ده كله حرام، وده من المقربات للزنا. الدليل على حرمته قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، للآية، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ربنا ما قال ولا تزنوا طوالي، لكن قال ولا تقربوا، ده معناته الزنا حرام، لكن المقربات له برضو حرام. طيب المقربات شنو؟ زي المكالمات الهاتفية، زي النظر، زي الأغاني، زي المسلسلات، زي الخلوة، ودي فيها نصوص كل واحدة بلا حرام كمان، لكن هي تدخل في المقربات للزنا. وما أظن زول يعرف إنه الكلام ده من جوه قلبه كده حلال، لكن بلسانه ممكن يجادلك يقول لك: يا مولانا ما تشددوا، يا مولانا ما صعبتوه علينا، هو عارف إنه حرام، لأنه اليوم اللي يتوب يخليها يقول لك: يا مولانا طبعا أنا تبت وكده. طيب ما قلت ما حرام، تبت من شنو؟ فحرام. عشان كده قال: الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. لما نتكلم على البيت في الغالب يمشي بعيد أصحابه، لأنهم زيه ممكن ما يمشي بعيد، لكن من أبوه وأمه بيمشي بعيد ولا ما بيمشي؟ بيمشي. وكرهت أن يطلع عليه الناس، إذا ده إثم، ده حرام. أي لو خاطب ذاته ما بيجوز يتكلم مع البيت أبدا، إلا يعقد. شفت يجي يعقد هنا في الجامع ده معزون، يقول لي: زوجتك وقبلت موكلي موكلتي، بعد ده شفتها تكلم معاه في التلفون 40 سنة. لكن غير العقد ما في، والله أكلمك النصيحة، ده ما فيه أي خلاف، ده ما فيه خلاف ولا فيه جمهور علماء ولا غيره، كله حرام. تتكلم مع بيت ده حرام، خطيبتك، بيت جيرانك، بيت عمتك، كله حرام. عقدت عليها بقى زوجتك اتكلم، والغريب انه بعد ما يقعد داري ما بيتكلم. انت لاحظت الحته دي؟ بعد ما يقعد داري ما بيتكلم، وبالذات لما يدخل عليها ويعرسها ويدخل عليها بعد اسبوع اسبوعين ثاني، والله ان قال لي: ان حولت لي رصيد، قلت لها اتكلم مع مرتك، عملت لها تحول رصيد، ما يتكلم معاها ثاني. ويشاكلها وتلقى ماشي في الشارع مادي بوز وكده وراميه ورا هناك قريب 20 متر خلاص وماشي قدام. فالناس شغالين بالقلبة، لكن الآن الناس بتحب الحرام إلا من رحم الله طبعا، وتكره الحلال. مشاكل في البيوت وعكاكيز مدورة ومراكيب طائرة مدورة، لكن يمشي يلقى له واحدة خلاص ما عروسك ولا يتزوجها ولا عقد عليها، يعمل صوته ده، صوته ده يغيره، يشتري له منديل يعمل كده. ده الحاصل، يعني ما شباب عارفين الحاصل، ولا فينا جامعات دي كلها بنعمل محاضرات وندوات، فعارفين حال الشباب الليلة ولا ما كده يا شباب؟ هذا الحاصل.